جنة الله في الأرض. ها هي. أوه في سمك. بعد ما فطرت أروح أسلم المفتاح عند صاحب المفتاح هنا. أعتقد هنا هو مقره. أنا معي شنطتي على فكرة. هذا الحي تبعي، هذه منطقتي الآن صار. تعرفوا لاحظت شيء جميل يا إخوتي. ثواني أسلم المفتاح وأرد عليكم. كنت أقول يا إخوتي إنه لاحظت شيء جميل في هذه البلد. إنه الناس تحترم بعضها وفي أخلاق جميلة وعالية جدا. لأنه لاحظت وأنا في المترو واي، في المترو كنت لما مثلا يكون صغير قاعد يلاقي سيدة يناديها من بعيد يقول لها تعالي تعالي أمي اجلس، يوم واقف لها هي تجلس وهي تدعي له وتقول له جزاك الله خير ابني. وهكذا يحدث في كل منطقة هنا لاحظتها. سبحان الله، يعني هذه الأخلاق، يعني الناس تحترم بعضها، الكبير وبعدين أصلا الرجل يقف للسيدة والصغير يقف للكبير، حاجة جميلة جدا. ذكرني بهذا البيت الشعري، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فهذا بيت جميل جدا، وبارك الله في شعب هذه البلد. أدخل الآن البلدية لأني عندي أمل بعض الأوراق. ها هنا مقر البلدية، برج الكيفان. أنا جئت هنا إلى المصلحة الحالة المدنية. الحالة المدنية والمنطقة في برج الكيفان. برج الكيفان، هذا الشخص والله كريم جدا، أكرمني وكتب لي كل البيانات وكل المساعدات، بارك الله فيه. اتركوا لي تعليقات طيبة إخوتي وجزاك الله خير. لا شكرا على وجهك إن شاء الله. الله يسلمك. دخلت إلى هذه المنطقة. فما رأيكم بهذه الرحلة؟ والله مبسوط جدا يا أخي. أنا عايز أقلع الجاكيت لكن الشنطة مليئة على الآخر، ما في مكان أدخل فيها أي شيء، فأنا حقلعه وأحمله معي، يما أحاول أغطس جوا الشنطة بالعافية. واخد راحة الآن بسيطة بعد منتظر التراموي. منتظر التراموي يأتي، فأنا وقفت هنا في هذه الحديقة. يوجد بعض الناس كريمة هنا. عجبني انه التراموي نظيف جدا ويعني منظم، الناس بيحترموا المنشآت العمومية. يعني تلاقي ما مكتوب عليه مثلا على الجدار مكتوب ومتخطط وجرافيتي، لا كل شيء نظيف، كل شيء انيق. الناس بيهتموا ببلدهم الصراحة، يعني ما تلاقي ناس مشاغبين جوا. حاجة عجبتني الصراحة. اصلا شفتوا بعض المناطق في لندن فيها يعني جرافيتي واشياء عجيبة، بس هنا كله نظامي. انا اصلا استغربت، قلت للشخص اللي كان معي امبارح صديقي انيس، بقول له هل هذا جديد يعني اول سنه لي؟ قال لي لا بقاله من 2011 تقريبا. فسبحان الله، ها هو الترام جاي من بعيد، ترام واي راح يوقف في هذه المحطه هنا. وصلت اخوتي الى نهايه الخط المترو، مترو واي اسمها محطه نسيت محطة العناصر. نعم نزلت في محطة العناصر، والآن من جنبي هنا هي منطقة الترام اسمها المعدومين. نسأل الله أن لا يجعلكم منهم. هي محطة المعدومين، سأدخلها الآن، أو أقصد سأهبط فيها الآن لأنها تحت الأرض، ونطلع من المحطة. والله نسيت اسمها. هو موزع التذاكر، هي نحاول ناخذ تذكرة. عندك الإرشادات هنا. طيب عايزين واحد رحلة مترو أعتقد. تضغط هنا بعدين بيقول لك عديد. ادخل النقود. ايوه صح، لازم ندخل النقود. طيب خلينا معي هذول، ما اعرف كم. خلينا نحط المحطة هذه، ما اعرف كم هذه. 100. 100. هي 100. طب طيب دخلت 100. شو صار الآن؟ الله أعلم. إجت الرزق يا جماعة. هذه خلفتنا 50 دينار فقط. أنا كنت راكب المترو إخوتي، ووقفني رجل وأنا داخل المترو. عليكم. هو عليكم السلام. الأخ هنا تعرف علي وأنا في المترو، قال باه أنت حكيم؟ قلت له نعم. قال أنا أعرف أتابع حنفي. أنا أقول أنا أتابع حنفي قبل أن
نفس المفاصل أنت وأخوك حكيم. ما شاء الله. اليوم ماهر وحكيم. يعني متابع من زمان. نعم. ما تشرفت بيك. ما اسمه حضرتك؟ وائل. 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 أخي وائل. من وين؟ من الجزائر العاصمة. فكر يسافر الجزائر، ها هي عينة من الجزائريون، شوفوا الكرم الأخلاق. مرحبا بكم فوقنا. أهلا بكم في أي وقت، جزاك الله خيرا. شرفت إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أخي الحبيب وائل أهداني هذا الكرم حتى قال لي أعبي تليفوني. رأيتم هكذا إخواني هوتيل بريتانيك، أثري جدا، يمكن من العصور الوسطى. أنا في الدور الثالث كما تروا أحبتي. منظر جميل جدا، شايفين هذا المنظر ولا؟ شوف هذه النخل وهذه الأشجار. دخلت لمحطة المترو مرة أخرى حتى أذهب إلى مقام الشهيدة حتى أزور هذه المنطقة، قالوا لي منطقة جميلة جدا، فما تقلقش روحك بزاف أخي. حديقة أسمع أنها جيدة. بدفع الآن حتى أدخل هذه الحديقة بلا الداخل. عندي أخبار حلوة للأحبة والأحباء. لو عندك حبيبتك عايز تجيبها على مكان حلو او اسرتك، تعال هات على هذه الجنينة وتمتع بقى. عندك النخل والاشجار من كل مكان والطبيعة الخلابة والهواء العليل. جزاك الله خير اخي وائل، لانه هو اللي قال لي تعال الى هذه الحديقة الرائعة، فاشكرك اخي وائل. هنا على فكرة صوروا اول فيلم لطرزان، لو تعرفوا لما بتابعوا فيلم طرزان في هذه المناطق يا جماعة، في هذه الأحراش والغابات صوروا أول فيلم طرزان. يعني لو أنا طلعت فيديو هيك بدأت بهذه اللقطة التي أمامكم، كم واحد كان ممكن يعرف أن هذه هي الجزائر؟ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. هل تروا هذا النهر؟ أوه في سمك كبير جدا هنا، هذا بيسموه الكارب، تشاينيز كارب اسمه صح؟ بيجيب الحظ في الفولكلور الصيني. بشعر اني ما وفيت هذه الحديقة حقها بهذا التصوير، لانه الماشي والمار بها غير اللي عم يتفرج عليها من بيته. الريحة والصوت والطبيعة كل هذا بيترك اثر في النفس ما راح تقدر تشعر فيه للأسف وانت في بيتك. فانزل فورا تعال الى هذه الحديقة وتمشى فيها يا اخي بنفسك، وشوف هذه الاجواء المرحة الهادئة اللي بتريح العين والأنفس. قبل ما سافر للجزائر والله حجزت موعد مع الطبيب، قلت له يعني أشعر بالتعب والإرهاق وعندي حساسية، قال لي ينقصك فيتامين دي، فأعطاني دواء فيتامين دي أخذه كل يوم حبة، فما أخذته أول ما جيت على الجزائر. فلما أرجع أعتقد لما أروح عندي حلي شو عملت الدواء نفع معك؟ حلو لا حلو أصلا ما أخذت الدواء، الحل هو الجزائر، عالجتني الجزائر. شوفوا الشمس يا جماعة، أنا قاعد أنا ما في الصراحة الناس يعني ماشية بالجاكيتات، الجو رائع سبحان الله. شايفين البحر إخوتي هنا في هذا المنتصف، هذا البحر هنا هو المخرج، وهناك المقر، مقر الشهيد.